ورغم ذلك نتقرهم تنكف معهم وتنسى عمني صباح سويت دقيقة صباح ومشكلة لي هو كسمن له في قلب وتسمى مات اثنين مخلوق جوج وخصنا عمل ديال القلب ما بشحال وقلنا ومن بعد وقع لي شلل نصفي الجهة اليمنية ما طقت الحركة دي ما قدر لي حاجة جهة تاع حاجة وخاتني الدواء وخاتني الطرويات وخاتني بزاف مسائل انا ما اديش هادشي ما اديش باش يتاكد نظراتي الاخرى ما اديش صعيبة بزاف عندي جوج بنات عندي جوج بنات ويمين جوج طلقة عندي جوج بنات ويمين ما عندناش في حالتناش با كبير ما كبيرة ما تقدرش تعجل لينا هاي كنت معاونة وكنت خدامة طلعت مرت عندي جوج شو حاجة كدارة ودابا وقت الناس يعاونوني ما حسينين يعاونوني واخا من بعد ما وقع لك مشيتي للطبيب مشيت للطبيب مشيت للقطرة مشيت للسويسي ما داروا لي كيقولوا لي خاصك الطروات داروا لي الطروات الطروات شحال كتكلف ديال المدرسة غالي 100 درهم الساعة غالي عليا بزاف واخا واخا انت قلتي مزوجة ومطلقة مزوجة ومطلقة عندي جوج بنات عمرهم 11 عام ديت وين ما تلقاش بين قريهم رقابت كثيرهم بس بتصبطهم مشكلة كبيرة وانا كنت خدامة كنعاون دارنا كنعاون بيتي انا مرت قال لي شهر نصفي بغيت المحسنين يعاونوني باللي كان يعاونوني وعانوا دارنا وعانوني عبت ديت طوط من برا ونخدم صافا هادشي اللي بغيت انا البنيه ديالك دابا حاليا شكون كيصرف عليهم؟ با مرة كبير مرتب على قد الحال وصافي وتقرا وفتاز ما مشكلة ما هاد العام ما شتكون شتو تشكار والله خير ما شتو مشي لهم شنو السبب ديال المرض شنو اللي خلى خويا واحد النهار مشيت للحمام ما خرجت من الحمام طحت في الزقة طحت ما عادش طحلي طاسيو خمسة وما فهمت تعصبت بزاف قلت نشوف ضلنا نفعلهم شو انا ما عديش خدمة على قد الحياة خدمة على فقاوة تسلسل بلعب فقاوة و هذا هو كان واخا الناس اللي خدام عندهم في القهوة ما حاولوش يتعاونوا معك في الظرفية لا مرة كاع الدراري بحالك الدراري شوية تعاونوني عطيت هذي المية عطيت هذي الفرنك كل شي هكا عطيني باش دير ولادي باش يكونوا هادشي اللي كاين شنو المطلوب ديالك انت بغيت المحسنين والناس الكبار و جيل الملك وحموتهم يعاونوني عاونوني باش ندير طواد ونبرا ونعاود خدمة مع درنا وعلى بناتي.